عند أخطار ومرة كان بيرش مية عليها في قرف الحنفية. طبعا قبل ما نتكلم عن الصفقات والناس اللي مشيت والناس اللي جت، أنا أخاطب من خلالكم ملايين الزملكاوية المحترمين. أما العيال السفلة اللي اتأجرة من ممدوح عباس وغادي المزور العتال، ولا يوم جزمة ولا يوم قيمة. الناس بتتكلم في الدوري، كنا لسه بعدين احصائيه، الزمالك كان عنده احسن فريق وراكب الدوري كل الدور الاولاني. ايه اللي حصل؟ اللي حصل نمرة واحد، هذا المجنون المسمى بوس، ومن بكره ان شاء الله هينزل على صفحتي وصفحة النادي كل الحوارات اللي بينه وبينه كلها، عشان تعرف ما تكونش مجنون دلوقتي. وحذرته من اللي بيحصل في نهايه الموسم، واللي حذرته منه حصل. دي ضربه جزاء مفترض، ادي ثلاثه جول. اتفضلوا، ادي اللي خد الدوري من الحكام. انت لسه بتتكلم يا حبيبي، انت مش عارف الحفيظ؟ اتفضلوا. مش ملوك جمهور الاهلي راضي من عارف الدوري بتاعك ازاي؟ نعم؟ لو عايزين يعملوها عندك اتفضل. قال لي يا ابني سيدي